بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده بوضوح، وهذا اللقاء المعتاد مع فضيله العالم الجليل الشيخ محمود المصري. اهلا وسهلا بفضيلتك. اهلا بك دكتور. تحب نتكلم عن ايه؟ انا جاي لي يعني موضوعات كثيره جدا نتكلم فيها، لكن هل لك موضوع معين في ذهنك تحب نتكلم فيه؟ والله انا كان نفسي لما اتكلمنا الحلقه اللي فاتت عن التوبه، كان نفسي نعطي للناس امثله جميله قوي من بعض الناس كانوا بيسألوا سؤال حلو قوي عجبني. بيقولوا احنا بتكلمنا عن التوبة والتوبة جميلة قوي وشوقتنا. الاول طبعا السلام على المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم بيقولوا كلمتنا عن التوبة والتوبة وكلام عن التوبة جميل قوي، بس احنا نفسنا وهمتنا عليت قوي قوي لدرجة ان احنا نفسنا بقى لما الواحد فينا يتوب عايزين نتوب زي ما الصحابة كانوا بيتوبوا. طب نتكلم عن توبة الصحابة. قوي خلينا بس قبل نتكلم عن توبة الصحابة نتكلم عن شروط التوبة. الله، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليك. كل حاجة وليها أسس وشروط معينة عشان نقدر نحققها زي ما ربنا عايزها سبحانه وتعالى. زي مثلا الصلاة، لازم الصلاة يكون لها شروط وأركان وسنن وإلى غير ذلك. فالتوبة برضو لها شروط. الشروط المشهورة عندي كتير من أهل العلم هم ثلاثة، لكن الحقيقة هم مش ثلاثة، هم خمسة. ازاي؟ قال لك اي عمل في الدنيا لازم تخلي اول شرط من شروطه اخلاص النيه. يبقى اول حاجه من شروط التوبه ان انا بتوب ليه. واحد بيقول انا هتوب من السرقه، هتوب من السرقه ليه؟ والله اصل انا اتمسكت بصراحه واتضربت ضرب جامد يعني، فانا مش ممكن ان انا ايه اتضرب تاني، فانا هتوب عشان ما اتضربش تاني. يبقى دي مش لله، لا ده انا بتوب عشان انا عرفت ان ده حرام فلازم اتوب عن الحرام. يبقى اخلاص النيه لله سبحانه وتعالى، يبقى اول شرط من شروط التوبه الاخلاص. الشرط الثاني الاقلاع عن الذنب. ابعد عن الذنب تمام، وابعد عن اسباب الذنب. بمعنى ايه؟ بمعنى انا عارف مثلا ان انا لما بمشي مع فلان لازم بقع في معصيه، ابعد عن فلان. ومش ابعد عنه ان انا اسيبه العمر كله، لا ابعد عنه لحد ما انا اثبت واجمد وابقى ما شاء الله راسخ كده في الايمان، وادعوه الى الله سبحانه وتعالى بكل لين ورحمه، واخد بالك، اخد بايده ما انساهوش ابدا، لانه برضه في النهايه صاحبي، ومن مصلحتي ان هو يتوب الى الله عشان ربنا يجمعنا في الجنه. يبقى أول حاجة الإخلاص، ثاني حاجة الإقلاع عن الذنب، وبعدين الندم، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم الندم توبة. مجرد الندم توبة، والندم ده عمل قلبي. فمجرد أن أنا أندم من جوايا على اللي أنا عملته ده، يا ريتني ما عملت كده، ده في حد ذاته توبة. يبقى الندم على ما فات. رقم أربعة العزم، والعزم ده حاجة كده إيه، أنا خلاص عزمت أن أنا لا يمكن أرجع للذنب. طب ما أنا ممكن أرجع للذنب ما دام ما عنديش إصرار، مفيش مشكلة. ايه الدليل على الحته ديت؟ حديث عجيب جدا، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذنب عبد ذنبا فقال ربي اني عملت ذنبا فاغفر لي، فقال جل وعلا علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب وياخذ بالذنب، بيغفر الذنب ويعاقب بالذنب، قد غفرت لعبدي. كرر العبد هذا العمل مره واثنين وثلاثه ورابعه الى ان قال جل وعلا في الرابعه فليعمل عبدي ما شاء. قال العلماء فليعمل عبدي ما شاء، دي لها معنيين. معناها أنه ما دام كلما يذنب غصب عنه يتوب فليعمل عبدي ما شاء. والمعنى الثاني أنها للترهيب، زي ما بقول لابني ولله المثل الأعلى، أنت مش عايز تذاكر براحتك كما تشاء، ما تذاكرش. خد بالك، هل أنا هنا بقول له ما تذاكرش إن أنا فرحان أنه ما بيذاكرش؟ لا، ده أنا عايز أقول له أنت لو ما ذاكرتش هتفشل، فبراحتك بقى ما تذاكرش، مش فارقة معايا. واخد بالك، ده ترهيب وليس ترغيب. طيب يبقى اذا ايه؟ يبقى اذا فايه؟ فالمولى عز وجل بيقول فليعمل عبدي ما شاء، اي كلما اذنب ما دام انه يتوب فليعمل عبدي ما شاء. طيب يبقى اذا الشرط الرابع العزم على عدم التوبه مره، على عدم العوده مره اخرى الى الذنب. اخر شرط من شروط التوبه اذا كان الذنب ده متعلق بحقوق الادميين. الذنب ده ربنا ما بيغفروش. كل ذنب بينك وبين ربنا لمجرد انك ترفع ايدك تقول له يا رب، يقول جل وعلا لبيك عبدي قد غفرت لك. لان ربنا قال كده في القران والله يريد ان يتوب عليكم. وقلنا في الحلقه اللي فاتت لله افرح بتوبه عبده حين يتوب من الرجل اللي كان في الصحراء وفقد الدابه، ولما لقاها مسك بالخطام والفرحه الشديده قال له اللهم انت عبدي وانا ربك. قال النبي اخطا العبد من شده الفرح. العبد اللي فرحان ده ربنا بيفرح بتوبه العبد أكتر من فرحة العبد ده لما لقى الدابة. يبقى إذن أي ذنب بينك وبين ربنا تقول يا رب تبت إليك، ربنا بيتوب عليك، إلا
لو كان الذنب في حق آدمية لازم تتحلل من الذنب ومن المعصية ديت في حق الآدمية وترد له حقه عشان ربنا يتوب عليك. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك أو إعجاب، ودوس على كلمة الاشتراك أو سبسكرايب عشان تشترك معنا في القناة وتدعمنا، وكمان ما تنساش تفعل علامة الجرس علشان كل ما نعمل فيديو جديد يوصلك تنويه، وطبعا هتعمل شير لأصحابك عشان